السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم من سنة تانية؟ النهاردة هنبتدي مع بعض مادة اكتشف الفصل الثالث تصميمات تذكارية، الدرس الأخير الدرس العاشر. تعالوا نقرأ مع بعض بقى. تذكر أحداث الزيارات. اقرأ القصة لماذا يهتم حسام ونور بالمعالم التذكارية. تعالوا نقرأ مع بعض. حسام ونور راحوا معالم تذكارية واحتفظوا بالتذاكر معهم. رجع حسام ونور إلى منزل نور، وقد عاد الاثنان للتو بعد زيارة المعالم التذكارية والمتحف في المدينة التي يعيشون فيها. قالت نور: لقد أحببت التذاكر التي زرنا بها المتحف، فأنا أريد الاحتفاظ بها، هي وكل التذاكر التي سوف أحصل عليها من زيارة المعالم التذكارية. نظر حسام إلى التذاكر وقال: أحببت هذه التذكرة أكثر من باقي التذاكر، إنها تذكرني بالنافورة التي رأيتها خارج المبنى. التقطت نور تذكرة أخرى ثم قالت: هذه تذكرة المفضلة، تعلمت الكثير عن تاريخ بلادنا عند زيارة هذا المعلم التذكاري. عندما أنظر إلى هذه التذكرة أتذكر كل الأمور التي تعلمتها. كل من نور وحسام طلعوا التذاكر اللي راحوا بها المعالم التذكارية اللي راحوا بها ايه المعالم التذكارية، وكل واحد بيفتكر وعمل ايه هنا وشاف ايه هنا وفرحانين. وضع حسام تذاكره في صندوق صغير وقال: سأضع تذاكري في مكان مميز، وعندما أزور الأماكن الجديدة سأضع تذاكرها في هذا الصندوق الجميل، وهذا سيساعدني على تذكر كل الأشياء التي سأتعلمها عن المعالم التذكارية الرائعة التي سأزورها. وبكده نكون خلصنا الدرس العاشر والفصل الأخير والثالث تصميمات تذكارية من الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.